بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، واصل معكم المحاضرات المسجلة في مقرر المحاسبة الدولية، وستكون محاضرتنا لهذا اليوم عن التحاسب الضريبي الدولي. وسوف نتناول في هذه المحاضرة موضوع التحاسب الضريبي الدولي من خلال النقاط التالية: أولا، أهم المفاهيم المتعلقة بالتحاسب الضريبي الدولي. ثانيا، أنواع الضرائب. ثالثا، مداخل التحاسب الضريبي الدولي. رابعا، الازدواج الضريبي الدولي، مع شرح بعض الأمثلة المحلولة خلال المحاضرة. أولا، أهم المفاهيم المتعلقة بالتحاسب الضريبي الدولي. هناك عدد من المفاهيم المتعلقة بالتحاسب الضريبي الدولي، من أهمها التأجيل الضريبي. والتأجيل الضريبي هو إجراء يسمح بتأجيل التحاسب الضريبي على الدخل المحقق من مصادر أجنبية حتى يقوم المساهمين باستلام حصصهم من الأرباح الموزعة. 2. الخصم الضريبي، وهو إجراء يتيح للشركة الأم تخفيض التزاماتها الضريبية المحلية بمقدار الضرائب الأجنبية التي سددتها بالفعل. 3. أنواع الضرائب، تنقسم الضرائب إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة. ألف الضرائب المباشرة، تكون الضريبة مباشرة إذا دفعها المكلف واستقرت عليه ولم يتمكن من نقل عبئها لطرف ثالث، وتعتبر الضريبة على دخل الشركات من أهم الضرائب المباشرة. وتختلف هذه الضريبة من دولة إلى أخرى لعدة أسباب، منها 1. اختلاف معدلات الضريبة من بلد إلى آخر. والجدول التالي يوضح لنا معدلات الضريبة على دخل الشركات في بعض الدول. ففي فرنسا مثلا نجد أن معدل الضريبة على دخل الشركات 33.3%، والمملكة المتحدة 33%. أما في الصين فنجد أن معدل الضريبة على دخل الشركات يبلغ 30%، وفي اليابان 37.5%. أما في اليمن فإن معدل الضريبة يختلف حسب طبيعة نشاط الشركة، إذ نجد أن السلطات الضريبية في اليمن تحسب الضريبة معدل 20% على صافي ربح المنشآت والشركات ذات الأنشطة التجارية والصناعية والمالية والخدمية، كما تحسب الضريبة معدل 35% على صافي ربح الشركات العاملة في مجال النفط والغاز والمعادن والشركات ذات الامتياز بجميع أنواعها. أيضا نجدها تحسب الضريبة بمعدل أعلى من 35% على صافي ربح الشركات الخاضع لاتفاقيات أو عقود موقعة مع الحكومة اليمنية. كذلك تحسب الضريبة بمعدل 50% على صافي ربح شركات الاتصالات والهاتف النقال، وتحسب الضريبة بمعدل 35% على صافي ربح شركات إنتاج واستيراد السجائر والسيجار وشركات الاتصالات الدولية. 2. اختلاف المسموحات والتنزيلات من الوعاء الضريبي قبل الوصول للدخل الخاضع للضريبة. فعلى سبيل المثال، هناك اختلاف في المعدلات الضريبية لاستهلاك الأصول الثابتة من بلد إلى آخر، واختلاف في طريقة معالجة الخسائر وترحيلها بين السنوات، واختلاف في معالجة تكاليف التأسيس وتكاليف البحث والتطوير. 3. أيضا هناك من الاختلافات اختلاف مفهوم الدخل الخاضع للضريبة وارتباط هذا المفهوم بقوانين الاستثمار ونظرة الدولة للاستثمارات الأجنبية. باء من أنواع الضرائب، معنى الضرائب غير المباشرة، وتكون الضريبة غير المباشرة عندما يدفعها المكلف ثم يقوم بنقل عبئها إلى طرف ثالث، خصوصا في دول وتحتل الضرائب غير المباشرة أهمية كبيرة في الفكر الضريبي المعاصر، خصوصا في دول الاتحاد الأوروبي. من أهم أنواع الضرائب غير المباشرة ضريبة القيمة المضافة والضريبة العامة على المبيعات. بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة نوعية يتم فرضها على القيمة المضافة عند كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع. أما حساب ضريبة القيمة المضافة، فهناك 4 خطوات لحساب ضريبة القيمة المضافة. الخطوة الأولى تحديد قيمة المبيعات من واقع فواتير البيع. الخطوة الثانية تحديد تكلفة المشتريات طبقا لفواتير الشراء. الخطوة الثالثة تحديد مبلغ القيمة المضافة من خلال خصم تكلفة المشتريات من قيمة المبيعات. 4. حساب مبلغ الضريبة من خلال ضرب مبلغ القيمة المضافة في معدل الضريبة. وفيما يلي مثال على ضريبة القيمة المضافة: يقوم أحد المصانع بإنتاج المنتج سين وقد توفرت البيانات التالية.
واحد، تغليف المواد الأولية المستخدمة من قبل المصنع في الإنتاج 100,000 يورو. اثنين، قام المصنع ببيع المنتج لتاجر الجملة بمبلغ 150,000 يورو. ثلاثة، قام تاجر الجملة ببيع المنتج لتاجر التجزئة بمبلغ 180,000 يورو. أربعة، قام تاجر التجزئة ببيع المنتج للمستهلكين بمبلغ 200,000 يورو. والمطلوب ألف تحديد مقدار ضريبة القيمة المضافة لكل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع. إذا علمت أن ضريبة القيمة المضافة تفرض بمعدل 15%، باء تحديد مقدار ضريبة القيمة المضافة على المستوى القومي. والحل يتطلب منا إعداد جدول من 5 أعمدة وخمسة صفوف. في العمود الأول يخصص لمراحل الإنتاج والتوزيع، العمود الثاني يخصص لتكلفة المشتريات، والعمود الثالث يخصص لقيمة المبيعات، والعمود الرابع يخصص للقيمة المضافة، والعمود الخامس يخصص لضريبة القيمة المضافة. في مراحل الإنتاج والتوزيع، أول مرحلة نجدها المصنع، إذ قام المصنع بشراء المواد الأولية بمبلغ 100,000 يورو، ثم قام بإجراء العمليات التصنيعية على تلك المواد الأولية وتحويلها إلى سلع جاهزة، ثم قام ببيعها لتاجر الجملة بمبلغ 150,000 يورو. وهنا نجد أن المصنع، وبالتالي نجد أن القيمة المضافة من قبل المصنع تساوي 50,000 يورو، وهي عبارة عن قيمة المبيعات ناقصا منها تكلفة المشتريات. قيمة المبيعات 150,000 يورو ناقص تكلفة المشتريات 100,000 يورو، وبالتالي فإن القيمة المضافة 50,000 يورو. أما ضريبة القيمة المضافة فإننا نقوم بضرب القيمة المضافة 50,000 في 15%، فتكون الضريبة على المصنع 7,500 يورو. تاجر الجملة، قام تاجر الجملة بشراء البضاعة من المصنع ب 150,000 يورو، ثم قام ببيعها لتاجر التجزئة ب 180,000 يورو. وهنا نجد أن القيمة المضافة من قبل تاجر الجملة تساوي 30,000 يورو، وهي عبارة عن قيمة المبيعات 180,000 يورو ناقصا منها تكلفة المشتريات 150,000 يورو، فتكون القيمة المضافة 30,000 يورو. أما ضريبة القيمة المضافة على تاجر الجملة فإننا نحصل عليها بضرب القيمة المضافة من قبل تاجر الجملة 30,000 يورو في معدل، فتكون ضريبة القيمة المضافة على تاجر الجملة 4,500 يورو. كذلك نجد أن تاجر التجزئة قام بشراء البضاعة من تاجر الجملة ب 180,000 يورو، ثم قام ببيعها للمستهلكين ب 200,000 يورو. وعليه نجد أن تاجر التجزئة قام وعليه نجد أن القيمة المضافة من قبل تاجر التجزئة بلغت 20,000 يورو، وأن ضريبة القيمة المضافة على تاجر التجزئة تساوي 3,000 يورو، وهي عبارة عن 20,000 يورو مضروبة في 15%، فتكون 3,000 يورو. أما على المستوى القومي فإننا نجد أن القيمة المضافة على المستوى القومي هي عبارة عن 100,000 يورو، 50,000 من قبل المصنع، و30,000 من قبل تاجر الجملة، و20,000 من قبل تاجر التجزئة. أما ضريبة القيمة المضافة على المستوى القومي فقد بلغت 15,000 يورو. ثالثا، مداخل التحاسب الضريبي. هناك مدخلين للتحاسب الضريبي، على الدخول المحققة من مصادر أجنبية، وهما المدخل الإقليمي. في ظل المدخل الإقليمي تقوم الدول بفرض الضريبة على الدخول المحققة داخل حدودها السياسية فقط، وتعفي الدخول المحققة خارج حدودها السياسية تطبيقا لمبدأ إقليمية الضريبة. ومن هذه الدول منها فرنسا وهونغ كونغ والكويت وماليزيا وبنما سويسرا وفنزويلا. اثنين، المدخل العالمي. في ظل المدخل العالمي تقوم الدول بفرض الضريبة على الدخول المحققة من مصادر أجنبية، سواء كانت داخل حدودها السياسية أو خارج حدودها السياسية، وسواء كان مصادر تلك الدخول الشركات الأجنبية أو المواطنين. من هذه الدول الصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان والمكسيك وهولندا والمملكة المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن
وتجدر الإشارة إلى أن اتباع المثل العالمي يتسبب في حدوث الازدواج الضريبي الدولي. رابعا، الازدواج الضريبي الدولي. يقصد بالازدواج الضريبي الدولي خضوع المكلف نفسه والدخل نفسه للضريبة نفسها مرتين في الفترة نفسها. طرق الحد من الازدواج الضريبي الدولي. هناك ثلاث طرق للحد من الازدواج الضريبي الدولي. أول طريقة هي طريقة الطرح الضريبي، وتقوم هذه الطريقة بحساب مبلغ الضريبة المحلية على أساس مبلغ الدخل المحقق في البلد الأجنبي بعد طرح الضريبة المسددة في ذلك البلد الأجنبي. اثنين، طريقة الخصم الضريبي، وتقوم هذه الطريقة بحساب مبلغ الضريبة المحلية على أساس الدخل المحقق في البلد الأجنبي، ثم يتم خصم مبلغ الضريبة المدفوع على البلد الأجنبي من مبلغ الضريبة المحلية. ثلاثة، طريقة اتفاقية الإعفاء الضريبي، وتقوم هذه الطريقة على قيام المكلف بدفع مبلغ الضريبة المحلية فقط كونه معفي من دفع الضريبة للبلد الأجنبي، وذلك في حالة وجود اتفاقيات إعفاء ضريبي موقعة بين البلدين. مثال على الازدواج الضريبي الدولي وطرق الحد منه. شركة كي واي تي إحدى شركات الهاتف النقال في كينيا، وهي شركة أجنبية تابعة لإحدى شركات الاتصالات اليمنية، وقد حققت دخلا صافيا قبل الضريبة بقيمة 100 مليون دولار. فإذا علمت أن السلطات الكينية تفرض ضريبة على دخل شركات الاتصالات معدل 30%، وأن الدولة الأم اليمن تفرض ضريبة على دخل شركات الاتصالات معدل 50%، فالمطلوب حساب صافي دخل الشركة الأجنبية التابعة كي واي تي بعد سداد الضريبة في كل من كينيا واليمن بافتراض الحالات التالية: 1. حالة الازدواج الضريبي. 2. حالة الطرح الضريبي. 3. حالة وجود اتفاقية إعفاء ضريبي. 4. حالة الخصم الضريبي. الحل: يقوم بإعداد جدول من 5 أعمدة و9 سطور. يخص العمود الأول للبيان، هنا نذكر الدخل المحقق للشركة التابعة الأجنبية كي واي تي في كينيا، والعمود الأول يخصص لحالة الازدواج الضريبي، فإن الدخل المحقق للشركة في كينيا 100 مليون دولار، ثم نقسم الضريبة المسددة في كينيا بمعدل 30% 30 مليون دولار، فيكون الدخل المحول إلى اليمن 70 مليون دولار. والآن نبحث في كيفية حساب الضريبة من قبل السلطات الضريبية في اليمن. ألف في حالة الزواج الضريبي. في ظل هذه الحالة، فإن السلطات الضريبية في اليمن ستقوم بحساب الضريبة المحلية على أساس صافي الدخل المحقق في كينيا دون أن تأخذ الضريبة المسددة في كينيا في الاعتبار، وبالتالي فإن السلطات الضريبية في اليمن ستقوم بحساب ضريبة الدخل على شركة كي واي تي 100 مليون دولار مضروبة في 50%، وبالتالي ستكون الضريبة المحلية 50 مليون، وسيكون صافي الدخل بحساب الضريبة 20 مليون. أما في الحالة الثانية، في حالة الطرح الضريبي، فإن الدخل المحقق للشركة في كينيا 100 مليون والضريبة المسددة في كينيا 30 مليون والدخل المحول إلى اليمن 70 مليون. وهنا في اليمن، فإن السلطات الضريبية في اليمن ستقوم بحساب الضريبة المحلية كما يلي: 100 مليون دولار ناقصا الضريبة المسددة في كينيا 30 مليون، فسيكون الدخل المحول إلى اليمن 70 مليون مضروبا في 50%، فستكون الضريبة المحلية المحسوبة من قبل السلطات الضريبية في اليمن 35 مليون. 35 مليون نطرحها من 70 مليون من الدخل المحول إلى اليمن، وبالتالي صافي الدخل بعد سداد الضرائب سيكون 35 مليون. في حالة الاتفاقيات، نجد أن الشركة التابعة الأجنبية لن تقوم بسداد أي ضرائب للسلطات الكينية لأنها معفية بموجب الاتفاقيات، وبالتالي فإن صافي الدخل المحقق للشركة في كينيا 100 مليون والضريبة المسددة في كينيا صفر، وعليه فإن الدخل المحول إلى البلد الأم اليمن 100 مليون، وهنا ستقوم السلطات الضريبية في اليمن بحساب الضريبة المحلية على أساس صافي الدخل كامل 100 مليون في 50% ب 50 مليون 50 مليون
من 100 مليون، فإن صافي الدخل بعد سداد الضرائب 50 مليون. الحالة الرابعة وهي حالة الخصم الضريبي. في حالة الخصم الضريبي نجد أن الشركة التابعة للجنوبية قد حققت دخلا صافيا بمئة مليون، ثم سددت 30 مليون كضرائب للسلطات الضريبية في كينيا، وكان صافي الدخل المحول إلى البلد الأم 70 مليون. ولكن تعالوا ننظر كيف تقوم السلطات اليمنية الضريبية اليمنية بحساب الضريبة المحلية. ستقوم في حالة الخصم الضريبي، نجد أن السلطات الضريبية اليمنية ستقوم بحساب الضريبة المحلية على أساس صافي الدخل المحقق 100 مليون دولار مضروبة في 50%، فتكون الضريبة 50 مليون، ثم تطرح منها الضرائب المسددة للسلطات الضريبية الكينية 30 مليون، فيتبقى للسلطات اليمنية 20 مليون، تقوم الشركة التابعة الأجنبية بدفعها للسلطات الضريبية اليمنية 20 مليون، وبالتالي فإن صافي الدخل بعد سداد الضرائب يكون 50 مليون. يلاحظ أن طريقة الخصم الضريبي تعتبر أفضل الطرق لمعالجة الأزواج الضريبي الدولي، لأنها تمنع الأزواج الضريبي الدولي تماما، وأيضا توزع ضرائب الدخل بين البلدين، البلد المضيف والبلد الأم، بنسبة قريبة للعدالة. أعزائي الطلاب والطالبات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام محاضرتنا في هذا اليوم عن التحاسب الضريبي الدولي. شكرا لحسن استماعكم.